السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الإلكتروستاتيك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. النسخة الجديدة من الكور، راه كاينة نسخة قديمة، هذه نسخة جديدة بروفيسيونيل، يعني الشرح من أ زد، يعني أي حاجة عطاك البروف غتلقاها إكزاكتومون هنايا. ألوغ هذه هي الحصة الثانية بالنسبة الالكتروستاتيك، راه درنا الحصه الاولى، اللي ما شفتش الحصه الاولى ضروري انك تشوف الحصه الاولى لان هادشي كيكون مرتبط مزيان. الوغ هاد الحصه الثانيه شنو غادي نشوفو فيها؟ غادي نشوفو فيها لو شون الكتروستاتيك، شي حاجه بسيطه بزاف، كريي باغ ان شارج بونكتيال ديسكونتيني. يعني حنايا راه مازال في ديسكونتيني، مازال ما دخلنا الكونتيني، حيت كنهضرو على ديسكونتيني يعني كتكون لا شارج مفرقي، اما حيت كنهضرو على كونتيني يعني اما كتكون في سورفاس فوليم اكسيتيرا. هادشي غنشوفوه في الحصص الجايه. صافي مزيان. الوغ اول حاجه كما العاده خاصنا نفهمو مزيان، ماشي نحفظو، خاصنا نفهمو شكون هو. اول حاجه التعريف ديال لا شا لا ديال لو شون الكتروستاتيك، حيت كنهضرو على لو شون يعني مجال كهربائي. يعني اش يعني؟ حيت كنهضرو على لو شون الكتروستاتيك، اي شحنه كما كانت موجبه ولا سالبه فانها كتنتج لينا واحد لو شون الكتروستاتيك. مزيان. ايه هنايا كيكون اختلاف ما بين الشحنه موجبه ولا شحنه سالبه. ركز معايا مزيان، الا كانت عندي شحنه موجبه ها هي، اشنو كيكون؟ كيكون عندنا داك المجال الكهربائي وما يسمى بلو شون الكتروستاتيك. هو شكون هو التعريف ديالو؟ هو واحد المنطقه ياك محاطه بالشحنه، يعني واحد المنطقه محاطه بالشحنه. حنا باش كنمثلوها بالاسهم مزيان، ايه يعني حيت كتكون موجبة فإنها كتكون خارجة من الشحنة، يعني خارجة من الشحنة. هذا ها هو، هذه هي المنطقة اللي كرسمت دابا، ها هي اللي محيطة على اش؟ على الشحنة. وهذا الأتوم هو كيتسمى لو شون إلكتروستاتيك. دونك بالنسبة للموجب كتكون خارجة، بالنسبة للسالب كتكون داخلة. سي تخي بيان. دونك هادشي خاصنا نكونو ضابطين، يعني اي شحنه كيما كانت فانها كتنتج لينا واحد الشون الكترو ستاتيك. مزيان. الوغ دابا شفنا الا كانت عندنا سالبه ولا كانت عندنا موجبه. في الحاله فاش كيكونوا موجب حدا السالب، تركز معايا مزيان، الا كان عندنا سالب شحنه سالبه وحدها شحنه موجبه، ماذا شنو كيوقع؟ الشحنه الموجبه اشنو كيوقع لها؟ كيكون عندها واحد لو شون الكتروستاتيك خارج منها، وهذا شنو كيكون؟ كيكون داخل. مزيان. ولكن في هذه المنطقه، هذا المجال المشترك، اشنو كيوقع؟ كيوقع واحد الانتقال، يعني هنايا كيكون عندنا من هنا لهنايا اتجاه، يعني كيكون عندنا اتجاه ديال لو شون الكتروستاتيك كينتقل من الموجب للسالب، من الموجب للسالب، من الموجب للسالب. دونك هادشي كنشرح راه يقدر تعطيك في الكيستيون دو كور، يعني من الاخطاء اللي كيكونوا كيقولك ان هاد الخطوط ديال المجال كتقاطع. هادشي راه امبوسيبل تقاطع، يعني تجي واحد خط المجال هكا ويجي خط اخر مجال هكا، امبوسيبل يتقاطع. يعني هنا الا كان هاد الخط هذا ناتج من عند واحد الشحنه سالبه وهاد الخط ناتج من عند شحنه موجبه، اشنو كيوقع؟ كيوقع انتقال، بحال قلت انه كينتقل منها بحال هكا الاتجاه ديالو. مزيان. الا كانوا بحال كيوقع واحد التنافر، ما كيتلاقاوش، تقاطع ما كاينش. يعني الا كانوا اكزومبل بلوس مع البلوس، ياك اشنو كيوقع بلوس مع البلوس؟ يعني هذه كتمشي كيخرجوا منها لي شون الكتروستاتيك. مزيان. ولكن هنايا فاش كيكون داك المجال مشترك اشنو كيوقع؟ كيوقع اجنو كتخرج منها، وهذه كتخرج كيوصلوا لهاد لو بوين، كيوقع واحد التنافر وكيمشيو اون باراليل. دونك هنا واحد التنافر وكيمشيو اون باراليل. يعني الا جينا نحسبو لو شون هنايا او، غادي نلقاو عندو قيمة، غادي نحسبو او هنا نلقاو عندو قيمة. او هو لو شون الكتروستاتيك، كنمثلو لو بأو، يعني هاد واحد لا فيكتور او، هذا هو القيمة ديال لو شون الكتروستاتيك. صافي. غير هنايا الا جينا ما بين هذا فهاد لو بوان هادي وحسبنا او، غادي نلقاوها اكزاكتومون زيرو، لانها جاية فاش في التنافر ديال هاد الخطوط ديال ما يسمى بخطوط المجال. صافي. خطوط ديال هاد المجال هذا اما موجبة ولا سالبة، سي تخي بيان على حسب لي شارج اللي عندنا. الو
دونك هاد هما لو بوين اللي خاصكم فهموا، ان الخطوط ديال المجال امبوسيبل انه تقطع. سي تري بيان. الو كاين واحد الحاجه، الا كان هنايا هنايا جاو هادو في الوسط، علاش؟ لان حنا افترضنا ان الشحنه بحال يعني كي هنا موان كي وهنا بلوس كي، يعني القيمه ديال هادو متساويين. الا درنا لو فالو ابسولي ديالهم متساويين لا ميم شوز، ولكن الا ما كانوش متساويين هنا كيكون واحد الاختلاف. ركز معايا، الا كان اكزومبل واحد الشحنه هاي نسميو هذه شحنه موجبه صافي، وهذه شحنه سالبه. سي تري بيان. هاد الشحنه الموجبه عندها واحد القيمه 3 كي، وهاد الشحنه السالبه عندها موان كي، يعني هادي عندها قيمه اكثر من هادي. الا درنا لو فالو ابسولي صافي مزيان. هذا كيعني اش؟ كيعني ان القوه ديال هذا يعني لو شون الكتروستاتيك ديال هذا كبيره على لو شون الكتروستاتيك اللي كينتجها لنا هذا. كل ما كانت القيمه ديال الشحنه كبيره، كل ما كانت لا شا لو شون الكتروستاتيك كبير. يعني حيت كنجيو حنا التمثيل ديالو نورمالمون، يعني شنو كيخرج؟ كيخرج من الموجب للسالب. ها هو من الموجب للسالب، من الموجب للسالب. وهنا نقولوا اكزومبل السالب راه كيدخل من عنده جوج خطوط، ولكن حيت كنجيو نمثلو هنايا كي غادي نمثلو بزاف الخطوط، يعني راه عنده انت جوج ثلاثة أربعة خمسة اكسيتيرا، يعني ان القيمة ديال هذا كبيرة، يعني القيمة يعني لو شون الكتروستاتيك ديال هذا او كبر من شون الكتروستاتيك او ديال هذا. مزيان. يعني كان عندنا هنايا موجب والسالب، موجب مع موجب اكزومبل، موجب مع موجب صافي. شنو كيوقع؟ كما هذا نفس لا تكنيك، يعني كيكون خارج من الموجب وهنا كيكون خارج من الموجب صافي. نفترضوا ان هذا القيمه ديالو اكزومبل 3 كي، بينما هذه كي لانه موجب بزاف، ولكن موجب زعما بجوج، يعني ان القيمه ديال هاد لا شارج هادي كبر من القيمه ديال الشارج. هنا شنو كيوقع؟ هاد النقطه ديال فاش كيكون او ايغال زيرو ما كتكونش في لا ميليو كما شفنا في هاد القيم اللي بحال بحال، لا كتكون في حزات كتكسكس الى هنا. يعني هذه هي النقطه وهذه هي الاتجاه هاكا، يعني هنا هاكا وهكا. وكيكون هنا كما العاده ان هذا بزاف ديال لو شون اكس خاصك كيخرج منها، يعني القيمه كتكون كبيره وهنا فين كتكون. دونك هادو خاصك، هادو هما كيتسموا لي كاركتيريستيك مميزه ديال لو شون الكتروستاتيك. دونك خاصك تكون هادشي كامل وفهمو وضبطو باش ما تلقاوش مشكل. دونك كما كنشوفوا ان الحركه ديال هاد ديال هاد ديال هاد الخطوط هادو كتكون بيضاويه، بيضاويه يعني حركه بيضاويه. دونك سي تري بيان. فوقاش كتكون الحركه مستقيميه في حاله واحده، الا كان عندنا اكزومبل يلا دونك جيو كتبان لكم هاد البارتي وي. الا كان عندنا نجي نمثلو. دونك الا كان عندنا واحد جوج صفيحات، نجيبو صفيحه هنايا وصفيحه هنايا صافي. دونك هاد الصفيحه غادي نحاول انني نشارجيها باش بنيجاتيف صافي، وهاد الصفيحه نشارجيها بوزيتيف، لي شارج بوزيتيف. في هاد الحاله هادي لو شون الكتروستاتيك هنايا شنو كيكون؟ كيكون متوازي، يعني كيكون متوازي. ها هو او 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 يعني ما كيكونش بيضاء. دونك هاد الشكل هادي هي الحاله فاش كيكون خطوط المجال متوازيه وليس بيضاء. يعني في هاد الحاله هادي الا كانوا اون باراليل، يعني لا شارج عندنا اون باراليل سي تري بيان، يعني واحد الصفيحتان ومشارجي هادي بالنيجاتيف وهنا بوزيتيف سي بيان. دونك هادو هما الحالات اللي خاص تكون ضابط نتايا اللي عندنا. الوغ نحيو هادشي ونتطرقو ل اكزاكتومون كيفاش نحسبو، كيفاش في لي زيكزيرسيس اكسيتيرا. دابا مش دابا تطرقنا على لي كيستيون دو كور اكسيتيرا، هكا اللي تعطاو بحال الاسئله خاص تكون ضابطو مزيان. دابا غادي نهضرو على اش؟ ركز معايا على لا غولاسيون ديالنا لو شون الكتروستاتيك. او شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف على كيو. منين جات اف؟ منين جات كيو؟ هادشي اللي غادي نتطرقو له لهنا. ركز معايا، نفترضو ان عندنا واحد المجال الكهربي، واحد لو شون الكتروستاتيك، ها هو نمثلو انا بهذا بالخضر صافي. سي تري بيان. الوغ سي بيان، هذا هو او مجال، هذا ناتج على اي حاجه صافي. سي تري بيان. المهم عندي انا واحد المجال، سي تري بيان، واحد لو شون الكتروستاتيك هذا هو بالخضر. الا جبت انا وجبت
واحد الشحنه هنايا موجبه اكزومبل موجبه هي شحنه موجبه مافيه شنو كيوقع لهاد الشحنه الموجبه كتاثر لان قلنا في التعريف ديال لو شون الكتروستاتيك انه كيأثر لينا على الشحنه اما ب انه كيوقع واحد الانجذاب اما واحد التنافر مزيان سي تري بيان الا كانت موجبه فانك تكون الحركه ديالها حركه ديال لو شون الكتروستاتيك يعني الحركه ديال هذه تكون في هذا الاتجاه مزيان واذا كانت سالبه فانها كتكون عكس حركه ديال لو شون الكتروستاتيك يعني اذا كانت سالبه فانك تكون الحركه ديالها في الاتجاه المعاكس سي تري بيان يعني الناس خاصو يكون مضبوط خاصك تفهمو الوغ هنايا راه ماشي هاد الشحنات هما اللي نتجنا هاد الهذا هاد لو شون الكتروستاتيك اللي سميتو بالخطر قلتو ان ناتج من اي حاجه صافي غير كان عندنا واحد كاين عندنا عاد حكينا الشحنه ماشي هاد الشحنه هي اللي نتجت لنا صافي باش نكونوا انا كونوا فاهمين مزيان هاد الشحنه راه حطيناها في واحد المجال ديال الكتروستاتيك واحد المجال كهربائي سي تري بيان الوغ الا كانت شحنه موجبه فانك تكون الحركه ديالها كتمشي مع الحركه ديال او الا كانت سالبه عكس الحركه ديال او سي تري بيان دونك هادي اول حاجه القيمه ديالها كتكون كتلقيمه دونك هادي شكون اللي شكون اللي كيحرك هاد الشحنه هادي واحد لا فورس هاد لا فورس هادي كنسميوها اف هاد لا فورس اف هي اللي كتحرك لينا هاد الشحنه غنسميوها اف هي اللي كتحرك لينا الشحنه من الجي هاد الاف هادي القيمه ديالها شكون هي القيمه ديالها سهله القيمه ديالها هي كي هي او او قيمه ديال لو شون الكتروستاتيك او فوا اش فوا القيمه ديال الشحنه يعني لا شارج ديالها غنسميوها كي 1 ولي نسميها كي 2 يعني فوا كي 1 مزيان الا قلت لك جبت لي القيمه ديال هاد لا فورس هادي اللي حركات لنا هاد لا شارج في العكس ديال او تقول لي سهله هي اف كتساوي لنا او فوا كي 2 كي 2 القيمه ديال كي 2 سي تري بيان دونك من هنا هادي سيتو لا رولاسيون ديالنا ان او ان او اشنو كتساوي لنا كتساوي لنا اف على كي 1 على كي 1 عفوا ثم على كي 1 سي تري بيان وهنا ملي جاتنا لا رولاسيون ديالنا وخاصنا نكونو فاهمينها مزيان الوغ دونك يقدر يتعطاك واحد لا كيسيون اكزومبل فين كيتعطى بحال هادشي اللي رسمنا انها ان الموجب كيمشي في الحركه ديال لو شون الكتروستاتيك ولكن السالب كتمشي عكس الحركه ديال الالكترون السالب يعني الى عطاك اكزومبل عطاك بحال هذا هنا مزيان دونك عطانا بحال هيا هكا وعطانا الحركه ديال لو شون الكتروستاتيك من هادشي مزيان مزيان عندنا في الحاله ديال الاكيليبر في الحاله ديال الاكيليبر راه كانوا هكا مزيان في الحاله ديال الاكيليبر كانوا هكا ولكن حيت زدنا واحد لو شون الكتروستاتيك في هذا الاتجاه هادو تحركوا وحده مشات لهاد الجي وحده مشات لهاد الجي لان يعني عندنا جوج هنا واحد الكره مشات لهاد الجي واحد الكره مشات لهاد الجي اول سؤال غادي يقول لك باش مشارجين هاد لا شارج ديالو سهله كتقول له بما انها كانت في هذا البوان وتحركت في هذا البوان يعني الحركه ديالها هي نفس الحركه ديال او هذا كيعني ان لا شارج ديال هذه هي البلوس هي بوحده اللي كتمشي في نفس الاتجاه ديال او ولكن هذه كانت هنا وتحركت لهنا دونك هذه عكس الحركه ديال او دونك تكون نيجاتيف مزيان ثاني سؤال يقدر يطرحو جبت لي الفورس اللي مطبقه على هاد 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 اكزومبل هاد الشحنه هادي اللي عندنا هنايا تكون له سهله عندنا اول حاجه هاد الخيط هادي شادو غنسميوها تي مزيان ثاني حاجه لو بوا كيما العاده ثالث حاجه شكون هي اشنو عندنا هنايا شكون اللي كيأثر شكون اللي حرك هادي من هنا لهنا وهو او شكون هو او هي هاد لا فورس اف صافي هي لا فورس اف ها هي لا فورس اف مزيان وصافي مازال واحد لا فورس قريناها في الحصه الفايته وهي لا فورس دو اتراكسيون يعني فاش كيكون عندنا الموان مع البلوس فانها كتاثر بواحد شنو بواحد لا فورس انجذابيه هادي نسميوها اف ديال واحد على جوج ونسمي هذا وي هذا نسمي واحد وهذا نسمي جوج يعني واحد على جوج واحد كيأثر على جوج سي تري بيان هادي نسميوها كو
Q2 وهذه Q1 سي بي. يعني ايش عندنا من لي فورس؟ عندنا 4. دونك هادشي خاصو يكون متباط سي بيان. دابا غادي نمحيو هادشي ونشرحو مزيان. اشنو قلنا؟ قلنا اول حاجه دابا شنو غادي نشوفو؟ قلنا لا غولاسيون لي سنتجنا بعدا جاء قلنا ان او شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف على كي. مزيان الوحده ديالها راه باينه اف نيوتن على الكولون سي بيان. دابا غادي نشوفو قيمة المجال الناتج عن شحنة. قيمة المجال الناتج عن شحنة مازين عندنا واحد الشحنة. احنا شوف معايا عندنا واحد الشحنة عفوا اكزومبل افترضوا انها موجبة صافي. القيمة ديالها هي كيو مازين. واحد المسافة من هنا لهنا بعيدة عليها واحد المسافة ار. هذه مسافة نسميوها ار. مازين عندنا واحد لو بوان ام بين حنا نشوفو قيمة ديال هاد المجال يعني قيمة لو شون إلكتروستاتيك يعني هاد أو هادي. بينا نشوفو شحال كتساوي لنا. ركز معايا هاد أو هادي كيفاش غنحسبوها؟ أو ركز معايا أو أشنو كتساوي لنا؟ أو كتساوي لنا كا لا كونستونت ديالنا اللي كتساوي تسعود في عشرة أس تسعة. دونك هادشي خاصكم ضابطو فوا إش فوا ك فوا اش فوا لا قيمه ديال هاد الشحنه هادي كيو ان كيو ان ولكن كديرو قيمه مطلقه لان حنا او ياك دونك مقسومه على اش على المسافه اللي ما بين الشحنه وما بين ديك لو بوين يعني ار او ك. مزيان ركز معايا في هاد لابولاسيون هادي راه كتخدم بها بزاف صافي. يعني الى عطاني البروف واحد الشحنه صافي وعطاني واحد لو بوين بعيد على ديك الشحنه كتحسب لي القيمه ديال لو شون الكتروستاتيك سهله بزاف. كتقول له ان او كيساوي لنا كا كونستانت كا كونستانت كتساوي لنا تسعود في عشرة اس تسعود صافي سي تري بيان. الوغ فوا اش فوا كيو ان كيو ان راه كيكون عاطيها في القيمه ديالها كيو ان كدير القيمه لو فالور ابسولي ديالها مقسومه على اش على ار او كار يعني المسافه ما بين ديك الشحنه و ديك لو بوين ام اللي بتحسب فيها لو شون الكتروستاتيك. مزيان هنا راه كاين واحد الحاجه مهمه كما كتلاحظ كل ما كانت او فوقاش كتكون او كبيره فوقاش كتكون القيمه ديال او كبيره. الا كانت ار صغيره الا كانت ار صغيره اش كيعني هذا؟ يعني غير فهاد لا غولاسيون انت هاي الا كانت ار صغيره لان لتحت الا كانت كل ما صغرنا ار كل ما او كبرات كل ما كبرنا او كل ما ار صغرات. علاش؟ لان المسافه شوف المسافه كل ما كانت صغيره كل ما كانت او كبيره. راه قلنا يعني اكزومبل هاد بلس راه كتنتج واحد المجال هاو هذا هو واحد المجال واحد لو شون الكتروستاتيك. يعني الا جينا حسبناو هنايا او الا جبنا حسبنا القيمه ديال او فهاد لو بوين غتكون كبيره ولكن يجب نحسبنا او فهاد لو بوين غتكون صغيره على هاد القيمه هادي ولكن الا خرجنا على المجال كتكون مهمله يعني كتكون واحد مهمله كما كنقولوا انها ما كتاثرش يعني واخا جبتي الشحنه ما تاثرلكش بزاف الشحنه ما تاثرش حتى كيدخل لهاد المجال تاثر. المهم هنايا خصك تفهم ان المسافه كتلعب دور صافي. كل ما بعدنا المسافه كل ما لو شون الكتروستاتيك كتكون التاثير ديالو قليل يعني ما كيأثر ليناش بزاف على الشحنه. يعني جبنا واحد الشحنه اخرى حطيناها هنا ما تاثرش ولكن الا دخلنا في هذا المجال دونك غتاثر صافي. باش تاثر بهاد لو شون الكتروستاتيك اللي نتجات لنا هاد البلوس هادي سي بيان. الوغ نحيو الوغ منين جات هاد لابولاسيون اللي كتبناها؟ راه جات من لا لوا دو كولون. الا جينا نشوفو في لا لوا دو كولون اشنو عندنا هنايا؟ ركز معايا في لا لوا دو كولون راه ضروري يكون عندنا جوج شحنات. هنا راه عندنا شحنه وحده قدرنا نحسبو او ولكن باش نديرو لا لوا دو كولون خاص يكون عندنا جوج شحنات. اشنو غادي ندير؟ غنفترض انني نهز واحد الشحنه ونحطها هنايا صافي. مزيان ركز معايا غادي نحط واحد الشحنه هنايا هي بالحمر هاكاك غنسميها غنديرها بوزيتيف صافي موجبه شحنه موجبه غنسميها اش؟ غنسميها كيو دو سي تخي بيان. هاد الشحنه اللي حطيتها فاش حطيتها؟ راني حطيتها في هذا المجال او
اللي نتجنا هاد هاد كيو ان، يعني هاد الشحنه غادي تاثر ب او صافي. يعني عندنا واحد واحد انتو، عندنا هاد المجال هذا، هو هذا، هذا هو او صافي. جينا حطينا شحنه هنايا، شحنه بلوس، هادشي اللي درنا. اشنو غادي يوقع لهاد البلوس؟ غادي تطبق عليها واحد لا فورس اف. هاد لا فورس اف غتكون الاتجاه ديالها الاتجاه ديال او. مزيان. يعني اش؟ يعني هاد لا شارج هادي غيطبق عليها واحد لا فورس هي بالصرق، غادي نسميوها اف. مزيان. هاد اف هادي، هاد اف شنو كتساوي؟ اف عاد دابا قلنا اف هاد القوة اف، عفوا هاد لا فورس اف شنو كتساوي؟ كتساوي لنا كي في او. مزيان. يعني هاد اف اللي هنايا، هاد اف هادي اللي عندنا هنايا، اش تساوي لنا؟ تساوي لنا كو في او. شكون هي كو؟ ديال ديك الشحنه اللي زدنا كو دو، يعني كو دو فاش في او، في او فهاد او اللي بالخضر. سي تري بيان. هاد او راه حسبناها، ها هو القيمه ديالو. يعني اشنو تعطينا؟ نعوضوها هنايا، يعني تعطينا كا في كو ان في كو دو على اش؟ على ار او كاري. ار او كاري. باش كتفكر كهاد لا غولاسيون هادي، كتفكرنا ب لا فورس ديال اش؟ ديال لا لوا دو كولون. صافي، لا لوا دو كولون كتساوي لنا كا في لا شارج الاولى كو ان في كو دو في المسافة ار او كاري. مزيان. هنا كنهضرو على موجب، حنا لا نور. صافي، حنا كنهضرو على، لان ما درناش المتجه وكان درنا لان لي فيكتور، حنا كنهضرو دابا على سكالير، كنهضروش على لي فيكتور. ما حيت كدير فيكتور راه خاصك تسقطها اكسيتيرا. هذا نشوفو لي زيكزيرسيس ونشوفو هاد الحالات. غير ركز معايا باش انك تفهم. دونك دابا فهمنا جبنا هاد لاغولاسيون. دونك هاهي، حنا استنتجنا انك كتساوي كو ان في كو دو على ار، وهادشي اللي قرينا في الحصة الفايتة واللي مطبق هنايا. مزيان. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نخدمو واحد بيتيت اكزيرسيس، ها هو، ونضبطو المسائل ديالنا. يلا ركز معايا مزيان. هنايا عندنا جوج شحنات. الوغ فهاد ليكزارسيس شنو عندنا؟ عندنا جوج شحنات عندهم نفس القيمة، صافي، وعندنا واحد المسافة. دونك عندنا هاد لو بوان هادي نسميها حنا ام. دونك ام سي تخي بيان. دونك المسافة اللي ما بين هنا وهنايا واحد متر، ومن هنا لهنا واحد متر، ومن هنا لهنا واحد متر. سي تخي بيان. السؤال اللي مطروح هنايا نحسبو لو شون إلكتروستاتيك في لو بوان ام. مزيان. هنا راه عندنا جوج شحنات، يعني غادي يكون عندنا جوج شون الكتروستاتيك، وهاد جوج خاصنا نديرهم اسقاط باش يعطيونا الكتروستاتيك توتال اللي كتاثر لينا في هاد لو بوين ام. سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان. اول حاجه اشنو عندنا؟ عندنا ان لو شون الكتروستاتيك او اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ك في كو على ار او كاري. سي تري بيان. هاد لا غولاسيون غادي نخدموها. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ عندنا اول حاجه الشحنه الاولى غادي نسميها انا كو ان، هادي نسميها انا كو ان، وغادي نسميها كو دو. مزيان. شنو قلنا في الكون؟ قلنا بما انها شحنه موجبه، يعني لو شون الكتروستاتيك اللي تنتجنا الشحنه الموجبه تيكون خارج، يعني حنا في هذا لو بوين ام، يعني الاتجاه ديالها طن 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 طن، يعني هنا تيكون خارج، يكون الاتجاه ديالو هكا. دونك هادي نسميوها او ان. سي بيان. هذا هو الاول، حتى الشحنه راه كتاثر في هذا لو بوين. يا سي بيان. شحنة موجبة يعني خارج حتى هو، ها هو او دو. مزيان. دابا غنحسبو القيمة ديال او ان بهاد لا غولاسيون هادي. بعدا نحسبو او ان ونشوفو شحال غتعطينا. او ان، او ان شنو كيساوينا؟ كيساوينا كا، كا شحال هي كا؟ هي تسعود في عشرة أس تسعود. سي تخي بيان. فواش ركز معايا، فوا كو حنا كنهضرو على الشحنة الأولى، راه عندهم نفس القيمة صافي ربعة، ولكن حنا نحولوها للكومون، يعني نضربو ربعة فاش؟ في عشرة أس ناقص ستة، باش تحولوها للكومون ضروري، لأن الوحدات ضروري الكومون، هنا خاص يكون المتر راه متر، مكاينش المشكل. دونك في ار أو كار، يعني المسافة اللي ما بين الشحنة و إم، يعني هاد المسافة. دونك كي نديرو نحسبوها، عندنا مثلث، يعني الوتر او كاري كيساوي لنا دي المحايد او كاري زائد دي المقابل او كاري. سي تري بيان. يعني الا جينا نشوفوا هذا الوتر شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد او كاري زائد واحد او كاري والغاسي، يعني شحال هذه هي غاسي دو دو،
يعني غاسين لا ميم شوز حتى هنايا غاسين دو دو لان واحد واحد راه غاسين دو دو خاصية المثلث ما كاينش المشكل في هادي دونك المسافة اللي ما بين هادي وهادي هي غاسين دو لكل اش او كار سي تري بيان دونك نهز لي كالكول غادي نحسب عندك هنا هادي مع هادي تعطينا جوج جوج مع ربعة غاتمشي لنا جوج غاتبقى لنا جوج دونك جوج ف ف ف ف ف 18 ها هي 18 وعندنا 9 و 6 يعني 10 و 6 10 و 6 مزيان الوغ يعني شحال تعطينا غتعطينا 18 في 10 و 6 الوحده هنايا كما العاده نيوتن على كوم سي تري بيان الوغ احنا حسبنا او 1 او 2 راه نفس النتيجه كتساويها او 2 صافي نفس النتيجة القيمة ديال او 2 راه نفس النتيجة لان الا نحسبوا المسافة راه بحال بحال كي راه حطيتها بحال بحال دونك كلشي بحال بحال غتكون نفس النتيجة سي تري بيان دابا شنو غادي ندير انا عندي او 1 و او 2 واش غادي ندير ان او توتال كتساوي او 1 زائد او 2 لا غادي لا مكنديروش هكا غنمحي اشنو غادي ندير غادي نسقطها على اكس وعلى ايكغيك يعني خاصو يكون واحد لا فيكتور لي يونيتير لي بحال بحال يعني غادي نجيب انا هاد لاكس هذا نسميه اكس وهاد لاكس هذا نسميه ايكغيك مزيان يعني لا فيكتور يونيتير ديال هذا نسميه جي ولا فيكتور يونيتير ديال هذا نسميه اي سي بيان دابا ركز معايا مزيان الوغ اشنو غادي ندير ندير الاسقاط ديال هاد او 1 على اكس مزيان هاد الزاوية اللي عندي هنايا نسميها تيتا راه هي اكزاكتومون هادي هي تيتا صافي وهادي حتى هي بما ان 90 هنا و 90 هنا دونك غتكون هادي هي حتى هي تيتا سي تري بيان صافي الوغ الا درنا الاسقاط اللي هنايا اشنو قلنا الا درنا الاسقاط ديال هذا فان او 1 او 1 دونك حنا اش بينا بينا هادي بينا هادي يعني نسميها او اكس 1 صافي اشنو كتساوي لنا كتساوي لنا لا نورم ديال هذا يعني او 1 فوا اش شوف الاسقاط هذه تسقطوها على هنايا يعني الضلع المحايد بما انه الضلع المحايد كوس كوس تيتا فوا اش فوا فيكتور انيتير ديال هذه هو اي هو اي الشيء راه شفناه في الميكانيك دو بوان ماتيريال شفناه في الرابي الماتيماتيك الناس اللي ما قراوش الميكانيك دو بوان راه حطيت لكم في الحصه الفايته في التحت حطيت لكم الرابي الماتيماتيك هادشي راه مشروح مزيان هذا فيما يخص او 1 دابا هاد كوس تيتا انا هاد تيتا راه انا اللي حاطها خاصني نحيدها دونك هادي كوس تيتا شنو كتساوي لنا الكوس كيساوي لنا الضلع المحايد ها هو واحد واحد متر على اش على الوتر الوتر هو غاسين دو دو مزيان يعني نقدر نعوضها هنايا شحال غتعطينا او فوا واحد على غاسين دو دو فوا اي سي تري بيان الوغ دابا حنا حسبنا او اكس ان دابا غادي نحسبو او اكس ان ها هو سقطناه مزيان او اكس دو اشنو غادي يعطينا نفس النتيجة هانتوما شوفو معايا شوف معايا شنو غادي يعطينا غنطولو هذا او اكس دو باش نجمعوهم مزيان غادي نسقطو هذا هنايا دونك هاد الزاوية هادي اكزاكتومون هادي هي تيتا دونك هاهي هادي الا سمينا هادي تيتا دونك هادي حتى هي نسميو حنا كاع هادي الفا باش نخرجو من باب واسع هانتوما نسميو هادي الفا دونك هاد الزاوية راه حتى هي الفا هانتوما سي تري بيان الوغ ركز معايا مزيان دونك يعني ان او اكس 2 غادي نسقطوها اشنو كتساوي لنا لا لونغ ديال هادي او 2 فوا اش هنا غادي نسقطوها على هادي يعني اشنو عندنا هنايا الضلع المحايد يعني كوس الفا مزيان في لا فيكتور اونيتير هنا لا فيكتور اونيتير راه هاكا ماشي هاكا يعني الاتجاه هذا اي يعني هذا اللي منع هو موان اي مزيان يعني موان اي سي تري بيان دونك هذا شنو كيساوي لنا كوس الفا راه لا ميم تكنيك كوس الفا كيساوي لنا تي المحايد على الوتر غاسين دو دو سي تري بيان دونك هذه تساوي لنا موان او فوا اش هو واحد على غاسين دو دو في اي
مزيان. الا جينا نحسبو الا جينا نحسبو او توتال او اكس توتال اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او اكس 1 زائد اكس 2، هذا زائد هذا الناس القيم، غير هذا موان هذا بلس، يعني صفر. يعني هذا فيكتور هنا ندير فيكتور يعني صفر. بالنسبه لاكس شحال عطانا؟ صفر. دابا نمشيو لا ميم تكنيك، نمشيو لايكغيك. اجي نسقطو على ايكغيك. الوغ دونك ركز معايا مزيان، ناخذ شي كولور اخر باش يبان هادشي، ناخذ الاحمر. دونك ها هو ها او ان، هذا دابا بغينا نحسبوه. ركز معايا، او ايكغيك ان اش كيساوي؟ مزيان او ايكغيك ان، دونك نسقطو على ايكغيك. هاي هذا هو او ايكغيك ان، اشنو كيساوي لنا؟ ها الزاوية تيطا هي اللي عندنا هنايا، الزاوية تيطا هنايا مزيان. هنايا اش بغينا نحسبو؟ الضلع المقابل، يعني شنو تعطينا؟ تعطينا لا نورم ديال هذا هو او ان فوا اش فوا الضلع المقابل، يعني سينوس سينوس تيطا فاش في لا فيكتور اونيتيغ ديال هذا هو جي، هو جي مزيان. دابا اجي نحسبو سينوس تيطا شحال تعطينا؟ سينوس تيطا هاهي هو الضلع المقابل على الوتر، يعني واحد على غاسين دو دو. دونك اشنو تساوي لنا؟ او او واحد فاش في واحد على غاسين دو دو، سي تخي بيان، ولكن ما نساوش شي. حنا حسبنا او ايكغيك ان، اجي نحسبو دابا او ايكغيك دو شحال تعطينا؟ لا ميم تكنيك، هذا نسقطو على ايكغيك، يعني نسقطو هنا، يعني هاد الفا هادي هاد في هادي هاهي الفا، الفا هاهي الفا هنا. دونك حتى هنا الضلع المقابل، يعني لا نورم ديال هذا او دو فوا اش فوا سينوس تيتا في جي، سينوس في عفوا في اللي عندنا هنا، عندنا سينوس في اش كتساوي لنا؟ الضلع المقابل واحد على الوتر غاسين دو دو. مزيان، يعني تعطينا او دو في واحد على غاسين دو دو في جي. مزيان، حنا عندنا او ان او دو راه متساويين نفس القيم، او ان او دو راه نفس القيم، يعني إلا جينا نحسبو او توتال او ايكغيك توتال اشنو كتساوينا؟ كتساوينا هذا زائد هذا، يعني تعطينا هذا زائد هذا نفس العدد، يعني جوج مرات، يعني جوج او ان واحد على غاسين دو دو في جي، سي تخي بيان صافي. مزيان، دابا عندنا او ايكغيك توتال او اكس توتال اشنو غنحسبو؟ غادي نحسبو او توتال، او توتال التوتال شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا نورمالمون، نكتبو الخاصيه كامله نورمالمون، او اكس ياك او اكس توتال او كاري زائد او ايكغيك توتال او كاري زائد او اكس توتال فوا او ايكغيك توتال في قوس الزاويه اللي ما بين او ان او او دو. صافي نورمالمون حنا كتبنا الخاصيه كامله صافي. الزاوية اللي ما بين او ان او دو اكس و ايكغيك هي 90، كوس 90 شحال هي كوس ديال 90؟ راه هي زيرو، يعني هذا كامل كيمشي للزيرو، يعني هذا مشى كامل للزيرو، يعني كيتحيد. نورمالمون نتوما البروف كيخدمكم بحال هكا، كيكتبها لكم اكزاكتومون هكا، لان كوس 90 كيمشي للزيرو. سي تخي بيان، عندنا اكس توتال شحال عطاتنا؟ صفر، مشى لنا للزيرو. سي تخي بيان، يعني راه اكزاكتومون او توتال راه هي غيمشي لغاسين مع او كاري تعطينا او ايكغيك توتال، يعني او توتال هي او ايكغيك توتال. مزيان، شحال هي او ايكغيك توتال؟ هي لا نورم ديال هادي، يعني كنعرفو لا نورم ديال لو فيكتور اونيتيغ جي شحال كيساوي لنا؟ واحد، لان فيكتور اونيتيغ اي فيكتور اونيتيغ لا نورم ديالو راه كيساوي واحد. مزيان، واحد، يعني بقى لنا هادي، بقات لنا جوج او ان واحد على غاسين دو دو، سي تخي بيان. الوغ نحيو هادشي، اي نتيجة حنا شحال خرجت لنا؟ ايه 18 مازال عاقل عليها المهم كاين شي مشكل. دونك لقينا ان او توتال هي او توتال كتساوي لنا دونك جوج مع هادي تمشي، غتبقى لنا غاسين دو دو الفوق او ان، سي تخي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا؟ شحال قلنا او ان شحال عطاتنا؟ عطاتنا 18، ياك 18 في 10 اس 3 غنكتبوها هنا، او ان عطاتنا 18 في 10 أس 3 سي تخي بيان. دونك غنضربو هنا، يعني عطاتنا 18 غاسين دو دو
فعشرة أس تخو نيوتن إلى نيوتن إلى كون سي تخي بيان. ألوغ هادي فيما يخص أوتوتا احنا حسبناها. ألوغ هنايا نقدر نعطيك كيستيون آخر يزيد لك كيستيون في كيستيون دو كيقولك إلا زدنا واحد الشحنة واحد لاشارج هانتوما شوف معايا إلا قالك زدنا حطينا واحد لاشارج هنايا دونك نديروها بالزرق. زدنا حطينا واحد لاشارج هنايا واحد لاشارج بوزيتيف. هاد لاشارج بوزيتيف غنسميها كي القيمة ديالها خمسة ولا نمشيو الناس الوحدة لي كولون سي بيان. الو القيمة ديالها هو خمسة مزيان. هادي يقولك حسب لي لا فورس توتال اللي مطبقة على هاد الشحنة هادي سهلة. اشنو هادشي دير نتا؟ كاين دو تكنيك جوج ميثود. لا ميثود الاولى هي لا ميثود اللي قرينا في الحصة الفايتة. يعني اشنو غادي دير؟ غاتقول ان هاد الشحنة هادي دونك نحاولو نعاودو نقادو هادشي. الوغ عندنا هنايا الشحنة الاولى فيها اربعة ياك و الشحنة التانية هنايا فيها اربعة اكزاكتومون. الشحنة التانية هي اللي زدنا هنايا قلنا ان زدنا حطينا فيها خمسة اكسيتيرا. الوغ قلنا المسافة هنايا اكزاكتومون واحد متر و واحد متر. هاد المسافة حتى هي ان متر. حسبنا هاد المسافة عطاتنا غاسين دو دو و هاد المسافة اكزاكتومون غاسين دو دو سي تخي بيان. الوغ حنايا الهدف ديالنا هو نجبدو لي فورس توتال اللي مطبقة بالنسبة لهاد الشحنة كي هادي. هاد الشحنة سميوها كي تخوا مزيان. الوغ هنايا عندنا جوج شحنات اللي كيأثرو على هاد الشحنة كي تخوا. كاينة هاد كي ان وكاينة هاد كي دو مزيان. هاد كي ان موجبة وهاد كي تخوا موجبة يعني يوقع واحد التنافر. يعني لا فورس الاولى هي اف اللي كيطبقها واحد على 3 شي راه شفنا في الحصه الفايته. عندنا لا فورس كي 2 مع كي 3 لا ميم شوز. كاين تعرفوا لانها موجب موجبه نسميوها لا فورس اللي كتطبقها جوج على 3 سي تري بيان. ما نساوش لي فيكتور. الوغ الى جينا عندنا دو تكنيك باش نحسبوا لا فورس توتال. اما غادي نسقطوا على x و y كنجبدو لا فورس اما اننا غادي نخدمو لا غولاسيون سويفون اون ديريكتومون. حنايا عندنا او توتال عندنا ها هي او توتال دونك و عندنا كي دونك لا فورس نجبدوها اون ا نكسبولو بروف اون ا. شنو عندنا؟ عندنا ان او شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف مقسومه على كي سي تري بيان. دونك حنا رمزناها بكي كبير ياك مزيان. هذا كيعني ان حنا كنهضرو على او توتال وهنا اف يعني ان اف توتال شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او توتال في كي. يعني شي حاجه اللي سهله بزاف. دونك لا نورم ديالها اف توتال هذاك يعني ان اف توتال اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هذه في هذه. دونك او توتال هي هذه هي تعطينا 18 غاسين دو دو فوا اش فوا 5 فوا 10 اس 10 اس ناقص 6 في 10 10 أس ناقص 6 فعشرة أس 3 ما هذا شنو درنا؟ شدينا هذا ها هي وضربناها في 5 حولناها للكولون. دونك هذه راه 5 ملي كولون دونك غنضربوها في 10 أس ناقص 6 باش تعطينا بالكولون. ضروري أنه يكون بالكولون. دونك يعني أن إف توتال اللي كنقلبو عليها ما هي إلا دونك هذه مع هذه دونك كنديرو 5 في 18 يعني 90 5 في 18 90 ياك. دونك لان 18 مقسوم على جوج هي هذيك هي 9 في 5 دونك كتعطينا 45 و 45 في جوج هي 90 صافي. دونك 90 في غاسين دو 2 ها هي غاسين دو 2 في 10 اس ناقص شحال 6 مع 3 تعطينا 10 اس ناقص 3 دونك نيوت. دونك هذه هي لا فورس توتال اللي تبقى على هاد كي 3 سهله. ولكن الى بغيت نخدم لا تكنيك القديمه نقدروا نخدموها خاصنا نلقاو حتى النتائج. دونك ضروري نحسب اف 1 على 3 اف 2 على 3 نبداو اف 1 على 3 لا فورس اف 1 على 3 نديروا لا نورم ديريكتومون كتساوي لنا ك في لا شارج ديال ان ديال هذه هي 4 ياك ما نساوش 10 اس ناقص
6 باش نحولوها للكولوم بلوس فوا فوا لا شارج 3 لا شارج 3 هي 5 ها هي 5 في 10 اش اس ناقص 6 سي تري بيان مقسومه على اش المسافه اللي بيناتهم او كاري يعني راسين دو 2 او كاري ايغال دونك كشكون هي كا هي 9 في 10 اس اش اس 9 سي تري بيان نبداو بال 10 عندنا 10 اس 9 هاي 6 مع 6 هي 12 ناقص 12 مع 9 هي 10 اس ناقص 3 هي 10 اس ناقص 3 دونك مشاو هادو دونك عندنا هنا جوج او كاري يعني تعطينا غاسين جوج او كاري يعني جوج جوج مع 4 تبقى لنا جوج الفوق جوج في 5 10 10 في 9 90 يعني تعطينا 90 سي بيان تعطينا 90 في 10 اس ناقص 3 دونك هذه هي فيما يخص اف ديال 1 على 3 اف ديال جوج على 3 لا ميم تكنيك كو 2 في كو 3 على المسافه مقسومه على المسافه بقى ولكن هنا راه عندنا نفس الحاجه عندنا نفس المسافه عندنا نفس القيام لان هذه 4 4 دونك كتخرج لنا نفس النتيجه يعني حتى هذه كتساوي لنا اف ديال 1 على 3 جوج على 3 لان اف جوج على 3 كتساوي لنا اف 1 على 3 وكيساوي لنا 90 في 10 اس ناقص 3 نيوتن سي تري بيان دابا جبنا لا نورم ديالو دابا حنا نديرو الاسقاط على اكس و ايغريك باش نجبدو دونك نورمالمون كما كتشوفوا الا سقطنا على اكس راه غادي يعطينا زيرو هانتوما شدينا هذا سقطنا على اكس غادي يعطينا هذا وشدينا سقطنا على اكس يعطينا هذا الاتجاه يعني هذه ها هي الاتجاه ديالها من هاد الجي وهذه الاتجاه ديالها من هاد الجي دونك هذه راه كتساوي هذه لان عندنا لا نورم كيتساوي دونك هذه تمشي مع هذه دونك كتعطينا اف توت اف دو اكس توتال ما هي الا زيرو صافي سي تري بيان كيما درنا الاو لا ميم تكنيك دونك دابا نسقطو على اش على ايكغيك ها هو ايكغيك ايكغيك عندو واحد لا فيكتور يونيتير جي مزيان الوغ الى جينا نسقطو ها هو الاسقاط ديالو جينا نسقطو هنايا الاسقاط يعني يكون الجمع ما غاديش يكون هنايا عندهم دونك عكس الاشاره الوغ ركز معايا كونتر دو سين الوغ هنايا شنو قلنا كيما نفس العلاقه عندنا هذه هي تيتا مزيان يعني هذه هي تيتا سي تري بيان يعني هذه هي تيتا هاي دونك انايا بغيت اف دو واحد على 3 الى سقطناها على اكس ها هي نكتبوها هنايا اش بغيت انايا بغيت اف بالنسبه لايغريك ديال اش ديال 1 على 3 نسميوها اف دو ايغريك دو 1 صافي مزيان اشنو كتساوي لنا شنو كتساوي لنا كتساوي لنا لا نورم ديال هادي هي اف 1 على 3 فوا اش فوا هاد تي طرق قدامها يعني سينوس 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 تيتا سينوس تيتا فاش في لا فيكتور يونيتير ديال هذا هو جي ما درنا والو شدينا هاد لا فيكتور هذا سقطنا على ايغريك عطانا هاد النتيجه حنا سقطنا على ايغريك حنا النتيجه صافي مزيان الو بالنسبه لاف دو ايغريك دو لا ميم تكنيك شنو كيساوي لنا اف دو جوج على 3 لا نورم ديالو فاش نسقطوه في هذا دونك عندنا هاد الزاويه هادي نسميها انا الفا يعني هاد الزاويه هي الفا مزيان دونك الا درنا الاسقاط يعني هاد الزاويه هي الفا دونك دير المقابل يعني سينوس الفا سينوس الفا في جي مزيان دونك دابا جي نحسبو شحال تعطينا اف 1 على 3 راه هي هادي هي 90 في 10 اس ناقص 3 فاش نضربو في سينوس تيتا الوغ سينوس تيتا اش كيساوي الضلع المقابل هيا الضلع المقابل هو واحد مقسوم على الوتر غاسين دو دو يعني واحد على غاسين دو دو سي تري بيان لا ميم تكنيك هنا غادي يعطينا 90 في 10 اس ناقص 3 شحال هو سينوس الفا سينوس الفا هو الضلع المقابل واحد مقسوم على الوتر غاسين دو دو لا ميم تكنيك هانت مزيان دابا هنايا اشنو عندنا عندنا جي وجي دابا غادي نجمعهم يلا ركز معايا يعني انا بغيت اف ايغريك توتال شحال كتساوي كتساوي هذا زائد هذا نفس العدد مزيان يعني جوج مرات يعني جوج فوا اش فوا 90 فوا 10 اس ناقص 3 فوا 1 على غاسين دو 2 جي مزيان غاسين دو 2 مع هادو هادي مشيو شحال هادي بقى لنا غاسين دو 2 هو مشى
هتبقى لنا غاسين دودو، هتمشي مع دو هتبقى غاسين دودو. مزيان، يعني ان اف اكغيك توتال عطانا هاد النتيجة هادي. مزيان، عندنا حنايا اف اكغيك توتال، عندنا اف دو اكس توتال، غادي نجبدو اف توتال. اف توتال شحال كتساوي غاسين ديال اش ديال اف دو اكس توتال او كاري زائد اف دو اكغيك توتال او كاري نورمالمون زائد اف اكس توتال اف اكغيك توتال في قوس الزاوية. قوس الزاوية اللي ما بين هادي هو 90، يعني صفر، يعني تبقى لنا هادي صافي. اش كتساوي هادي مشات للزيرو صافي، زاوتنا زيرو بقات لنا هادي اف دو اكغيك توتال، هادي تمشي مع هادي دونك اكزاكتومون اف دو اكغيك توتال، يعني اف توتال كتساوي لنا اف دو اكغيك توتال. ها هي يعني نشد انا لا نورم ديال هادي، هي لا نورم ديال هادي. دونك لا نورم ديال جي كنعرفو انه ايكال ان، يعني تبقى لنا غير هادشي اللي وصل، يبقى لنا غاسين دو دو سبقو 90، يعني 90 غاسين دو دو فوا اش فوا 10 اس ناقص 3 سي تخي بيان. واش هادي هي هادي اكزاكتومون هي بنيوتون، لان حنا كنقولو اف لونتونسيتي سي تخي بيان. دونك عندنا 90 غاسين دو دو فوا 10 اس ناقص 3، يعني كما شتي خدمناها بدو تكنيك، ولكن نورمالمون في الامتحان الا خدمتي او توتال اون ديريكتومون كتخدم هاد لا غولاسيون هادي وكتجبدها، ماشي تجبد او توتال عاوتاني تعاوتاني تجيبها عاوتاني اف و اف وتسقط. راه شي مره كيكون عندك 6 د لي شارج ولا 7، دونك راه خاصك بزاف د الحسابات صافي. هنا راه كاينين 3 د لي شارج، ولكن في الامتحان يقدر يعطيك 6 يعطيك 7 يعطيك 8 اكسيتيرا باش يشوف واش فاهم. دونك كتسقطهم على اكس ايكغيك اكسيتيرا. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصة هادي، نتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم. الوغ بالنسبة للناس اللي بغا يشاركو معنا في العرض مرحبا بكم، راه غادي نخدمو لي زيكزارسيس بجميع الأنواع ديالهم اللي ممكن أنو يتحطو في ليكزام. الوغ نتلاقاو إن شاء الله في الحصة التالتة إن شاء الله.